الأنصار رسمية الأولى تقرير للزميل مسفر الخثعمي وأحمد حسن. بعد مباراة الأنصار بالأمس أمام الرائد والتي أعلن معها رسميا هبوط الأنصار إلى دوري الدرجة الأولى، عدت بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى ذلك اليوم الذي جاء فيه خبرا يقول الأنصار إلى دوري زين السعودي للمحترفين، وما زلت أتذكر تلك الفرحة التي عمت الوسط الرياضي بتأهل هذا الفريق، ليس لشيء إلا لأنه يمثل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لها مكانة خاصة في قلوب الجميع. كنا جميعا متفائلين بأن يكون لأنصار المدينة بصمة مختلفة ومغايرة عن تلك التي تركها خلفه هذا الموسم. خسائر، هزائم، تعثر، الفشل الذريع كان عنوانهم، والتفريط الدائم أصبح منهاجهم. تخيلوا أنه في إحدى فترات الدوري كاد أن يدخل نادي الأنصار وبقوة موسوعة جينيس للألعاب الرياضية بسبب خسائره المتتالية لولا تعادله مع الاتفاق، ذلك التعادل الذي جلب معه فوزين فقط، وعاد أبناء المدينة إلى دائرة الخسائر من جديد لتكون المحصلة 20 هزيمة من أصل 23 مباراة لعبها الفريق. وداعا يا أنصار المدينة، ومرحبا بكم من جديد في دوري الأولى والذي يبدو أنكم اشتقتم إليه أكثر من شوقه إليكم. مسفر الخثعمي، كرة. الأنصار ينطبق عليه كلمة الضيف الخفيف، والله ضرب رقم قياسي ويردد هذا كثيرا. وطبعا هي للأسف، يمكن أنا قلتها في البداية وأعيدها الآن، انه للاسف انه بعض الانديه عندما تصعد الى الدوري زين او دوري ممتاز بالمسمى الحقيقي ياخذها الغرور او ياخذها نوع من انه والله المدرب الان اللي عندي اصبح اقل من مستوى الدوري وما الى ذلك، وبالتالي لا يذهب الى العمل الحقيقي والاستراتيجيه الفنيه الحقيقيه والاستراتيجيه التخطيطيه وان صح التعبير الاستقرار بمعنى الحقيقي. الاستقرار هي كلمه مهمه جدا نسمعها كثيرا ولا نطبقها، لذلك هذه نتيجه في الاخير العشوائية وعدم التنظيم الجيد وما إلى ذلك. لكن في الأخير عليهم أن يتحملوا مثل هذه المسؤولية وبالتالي يعيدوا التخطيط من جديد من الأولى. أنا أقول إنه يعني هي تجربة، لا شك أنها تجربة، يعني إن شاء الله تحسب لهم بشيء إيجابي على يعني ما قدموه حقيقة. في أنا شفت مثل من بداية الموسم وكان عندهم يعني مشاكل على المستوى الجهاز الفني، مشاكل على مستوى اللاعبين الأجانب. قد تكون الخبرة في دوري زين غير موجودة حتى على مستوى الإداري أو على مستوى رئاسة مجلس الإدارة. لا شك إحنا يعني استبشرت خير إنه ممكن يؤثر في نهاية مراحل الجولة في مسابقة دوري زين، قد يؤثر في نتائج بعض الفرق حقيقة على ما قدمه في مباراة الاتفاق. وبعدها يعني استبشرنا خير إنه ممكن يكون يعني له حضور على الأقل مباراة القادمة مع الشباب. إيه نعم، حتكون خايفين إنه يسوي شيء يعني يترك بصمة لا تنسى في هالدوري. والله أنا أقول نتمنى يأخذ الشيء الإيجابي في حضوره في دوري زين ويستفيد منه إن شاء الله. أسأل سؤال، خايفين إنه يخرب الدوري عليك يعني يسوي بصمة لا تنسى؟ لا إن شاء الله، لأن يعني الفريق يعني في حضوره إن شاء الله حيكون موجود إن شاء الله، ونتمنى من كل التوفيق إن شاء الله. لا شك عندهم لاعبين يعني على مستوى عالي حقيقة. بس متى تبغى التوفيق؟ يبدأ من المباراة الجاية ولا بعدها؟ بعد المباراة الجاية. بعد المباراة الجاية التوفيق. طيب خلينا نشوف.